الأرض والسماء. ليلة 12 بكرة بالليل 12 أغسطس في حدث بيتكرر كل سنة، يمكن في ناس كتير ما تسمعش عنه، لكن هو حدث معروف جدا وحدث مهم، ونقدر نقول كده في بيبقى فيه زي كرنفال في السماء في دول معينة بتشوفه وتقدر تشوفه بالعين المجردة بدون اللجوء للتلسكوبات. بكرة في حاجة اسمها زخة شهب البرشاويات، دي أفضل زخات الشهب السنوية اللي بينتظرها هواة الفلك في جميع أنحاء العالم. الشهب اللي احنا عارفينها الخطفة اللي هي بتبقى منورة كده وتطفي مرة واحدة في السماء، في بقى بكرة في زخة. زخة يعني حاجة كده رشة زي ما بيقولوا بالبلدي. الرشة دي بتحصل في كل سنة يوم 12، هي بتبقى فترة من أواخر يوليو لمنتصف أغسطس أو 20 أغسطس تحديد تقريبا، لكن توهجها أو انطلاقها أو قمتها بتكون يوم 12 أغسطس بالليل. عدد الزخات أو الرشات اللي احنا بنقول عليها دي الشهبية دي البرشاويات بيوصل عددها لـ60 شهاب في الساعة، وده عند ذروة الموضوع. طيب ايه قصة الشهب دي؟ بتيجي بفعل دخول بقايا مخلفات أحد المذنبات الشهيرة اللي تم اكتشافها سنة 1862، المذنب اسمه سويفت تيتل. ده حصل كده أثناء دوران الأرض حوالين الشمس كل 133 سنة تقريبا، هو حصل بقايا منه في الغلاف الجوي، بتحصل كل سنة إن هي بتطلع زخة الشهب دي، وبتستمر دخول هذه المخلفات اللي هي بتسبب الشهب دي من 17 يوليو ل 24 أغسطس، وزي ما قلنا لحضراتكم بتبلغ ذروتها في ليلة 12 فجر 13، يعني 12 بالليل فجر 13، للي هيقدر يشوفها يبقى محظوظ، حاجة كده زي الألعاب النارية بتحصل في السماء. الموضوع يعني بيهتم بيه ناس كتير خصوصا هواة الفلك، لكن عشان خاطر الفلك عفوا، لكن عشان خاطر نعرف تفاصيل أكتر عن موضوع زخة الشهب البرشاويات دي، معانا تليفون مع الدكتور أشرف شاكر أستاذ علم الفلك بالمركز القومي للبحوث الفلكية. دكتور أشرف مساء الخير. مساء الخير يا حضرتك. ايه موضوع بقى زخة الشهب يا دكتور، والقصة بتحصل ازاي، وهنقدر نشوفها فين؟ حضرتك أي منطقة مظلمة يقدر يشوفها من النهاردة، هي زي ما حضرتك ما قلت بتبتدي من 12/7 لغاية 23 أغسطس، لكن الذروة بتاعتها بتبقى من يوم 7 الثالث، من يوم 7 احنا عندنا ضيوف من يوم الخميس في مرصد القطامية لرصدها، وعندنا بكرة وعندنا بعده لغاية يوم 13، وممكن لغاية 23 أغسطس نتابع الزخات دهيت، بس مش هتبقى عدد الشهب في الساعة بيصل زي ما حضرتك قلت من 60 بس، ممكن يوصل ل 100، لأن دي بتبقى عبارة عن يعني ممكن توصل ل 100 مش 60 توصل ل 100 مش 60 توصل ل 100 والحاجة المقابلة ليها في شهر 12 إن شاء الله ليلة 13 و14 في شهب التوأميات بتوصل ل 120 كمان. يعني احنا عندنا اتنين كبار بالنسبة لمصر يعني في مصر للعالم التوأميات في شهر 12، دي بتوصل ل 120 شهاب في الساعة، والبرشاويات اللي هو من 12/7 ل 23 أغسطس ودي بتوصل لغاية 100 شهاب في الساعة. يعني حضراتكم بترصدوها وبتظهر بقالها بتظهر من بداية الفترة دي وهي بتظهر؟ حضرتك بتظهر من 12/7 لغاية 23 أغسطس، بس البيك بتاعتها أو الذروة بتاعتها بتبقى من يوم 7 ليوم 13 أغسطس، وممكن ترصدها برضو بعديها بس مش هتشوف 100 شهاب، يعني هتشوف أقل شوية، يعني هتفضل معاك لغاية 23 أغسطس لو اعتبرنا أن بكرة ده هو اليوم البيك الذروة بتاعتها، والنهاردة برضو حضرتك واليوم اللي بعده. مناطق إيه بقى معلش حضرتك بتقول المناطق المظلمة؟ أي منطقة مظلمة حضرتك هتشوفها، في الصحراء الغربية، في الصحراء الشرقية، في سيناء، في القطامية، اي منطقه في وادي الحيتان في رحلات بتطلع وادي الحيتان، في رحلات بتروح الصحراء الغربيه، في ناس بتطلع على سينا، في ناس بتطلع على جنوب مصر، في ناس بتيجي عندنا تشرفنا في مرصد القطاميه. طبعا مرصد حلوان مش هينفع، لان مرصد حلوان الدنيا بتبقى نور وفي وسط العاصمه، فصعب ان انت ترصد شهب البرشاويات، ممكن تلاقي واحد اثنين لكن مش بالعدد اللي حضرتك تتخيل. الظاهره دي بتصنف في علم الفلك بظاهره ايه؟ يعني هل هي ظاهره هي ظاهره طبيعيه حضرتك طبيعي. ان الارض بتمشي
في مكان مذنب كان عدى في المنطقة دي قبل كده، فكأن حضرتك عربة بتمشي في طريق رملي. أيوة. فلما بتمشي في طريق رملي بعض الحصى بيطول العربة أو بيطول مسارها، مظبوط، هي الأرض بتمشي بتجذب الصخور دي للغلاف الجوي، بتنزل في الغلاف الجوي معظمها بيحترق، الباقي منها بيتحول من مذنب من شهاب لنيزك. من شهاب لنيزك يعني مظلم. لما هو الشهاب بيبقى في السماء الحاجة المنورة اللي احنا بنشوفها زي خط بينور، لما بينزل على الأرض البقايا بتاعته إذا كان حجمه كبير بيتحرق معظمه، اللي بيفضل منه بنسميه نيزك، زي النيازك اللي مشهورة اللي نزلت في روسيا، وزي نيزك جبل كامل في مصر. طيب، ونيزك كتير جدا موجود. يعني اللي هي آثار الاحتكاك النيزك بالأرض، المذنبات دي مع الغلاف الجوي بيحصل اللي هو مش النور اللي المذنبات، احنا بنشوفه. المذنب مشي من فترة طويلة وخلف صخور. الصخور دي لما بتدخل الغلاف الجوي معظمها بيحترق، ما بيفضلش منه حاجة. لكن في بعدها اللي هو صخور كبيرة دي بيحترق معظمها، والباقي منها بيفضل بيبقى نيزك. طبعا. نيزك ممكن يوصل حجمه، بس طبعا مش بالنسبه للشهب دي، ممكن يوصل ل 5000 كيلو المتبقي منه. طبعا. يعني نيزك جبل كامل اللي كان متبقي منه 5000 كيلو جرام. يعني احنا ان شاء الله في شهر 12 بقى زي ما حضرتك قلت معانا زخه ثانيه اللي هي التوأميات. عندنا زخات كتير من شهر من 7 اكتوبر بس دي بتبقى 10 في الساعه، 5 في الساعه، مش كفايه، بتبقى ضعيفه شويه. لكن اللي هي الكبيره اللي هتقابل دي ان شاء الله هتبقى توأميات، ودي من 13 ل 14 12، ودي الذروه بتاعتها مش هتبقى كبيره زي البرشويات، زي البرشويات، والفتره بتاعتها مش طويله قوي يعني. فبنشكرك جدا دكتور اشرف شاكر، استاذ علم الفلك بالمركز القومي للبحوث الفلكيه.